ماهر بن عمر، ناشط حقوقي ورئيس مركز علي بن عمار للتنمية البشرية وكاتب عام نقابة أساسية. اليوم نقدم ملف مكثر جهة ضحية نجلح حق هذه الجهة في الإنصاف ورد الاعتبار. هذه الجهة التي تعرضت إلى الانتهاك في العهدين النوفمبري والبرجيبي على خلفية انتمائها السياسي، وبالتحديد على خلفية انتمائها إلى الحركة اليوسفية في ضد الصراع البرجيبي اليوسفي، وكذلك كانت مكثر ملجأ الأيديولوجيات المعارضة للنظامين في تلك الفترة، فتعرضت إلى إقصاء وتهميش ممنهج تؤكده الوقائع ما كانت عليه المدينة وما هي عليه اليوم، من مدينة متطورة ومزدهرة اقتصادياً إلى مدينة شبيهة بقرية، من مدينة كان عدد سكانها يتجاوز 70,000 إلى مدينة أقل من 30,000 ساكن، في إطار إيماننا بمسار العدالة الانتقالية نتقدم بهذا الملف من أجل حق هذه الجهة وحق أبنائها في الإنصاف ورد الاعتبار.